طيب نروح لاجواء فرقتنا النهارده. زي ما بقول لحضراتكم استعدادات النهارده كانت النهارده الصبح كان في تقسيمه او تمرين للنادي الاهلي. حضراتكم عارفين ان دايما قبل المباراه بيوم بيكون في تمرين وبعدين بننتقل الى المعسكر. النهارده ان شاء الله باذن الله الفريق بيروح معسكره، وان شاء الله بكره مباراه كبيره جدا في اعتقاد الشخصي ليها اهداف كبيره، زي ما الكابتن سيد عبد الحفيظ قال والكابتن سامي قمصان قال وكمان موسيماني قال ان المباراه ان شاء الله ليها اهداف خاصه. مباراه الاهلي وسيمبا الحقيقه حاخدك لجزئيه خاصه وجزئيه مختلفه شويه عن الفنيات. حضراتكم وفاكرين طبعا ان النادي الاهلي دايما هو السباق ودايما في فرق افريقيه كتير جدا جيده بتيجي وتستفيد من النادي الاهلي، ان النادي الاهلي في الفترات ويمكن في علام يعني سؤال كده بيطرح سيمبا، هذا التفوق في دور المجموعات كان سببه ايه؟ اعتقد سببه ان هم وضعوا خطه طويله الاجل، خطه مستقبليه لناديهم، اعتقد بداوا يجنوا هذه الثمار دلوقتي، وكان من هذه الخطه كمان زياره النادي الاهلي. حضراتكم عارفين يمكن من 7 شهور تقريبا كان في وفد من سيمبا التنزاني متواجد في النادي الاهلي لنقل الخبرات الكبيره اللي وصل ليها النادي الاهلي، نجاحات كتيره جدا وبيحاول يعني يوصل لما وصل ليه النادي الاهلي. يعني النادي الاهلي نادي كبير، اكبر الانديه الافريقيه، رمز للكره الافريقيه بشكل كبير جدا، وكان طبعا بيمثل البعثه ديت على راسها طبعا كان رئيس النادي، والنادي الاهلي كمان كان عايز اقول لحضراتكم استقبل هذا الوفد كالعاده بالترحيب، وابدا استعداده كمان لتقديم الخدمات على مستوى الكوادر، على مستوى الاداره، على المستوى الفني. فعايز اقول لحضراتكم من جزء اخر ان كمان سيمبا التنزاني اعتقد كان عامل يعني مشوار على مشوار 5 سنين او رحله 5 سنين للوصول لما وصل للنادي الاهلي، وهو في الطريق لداية سهام ان وجوده في النادي الاهلي خلال ال7 شهور اللي فاتوا اعتقد اداله خبرات واداله يمكن سكه يمشي فيها عشان يوصل لمستويات عليه اللي احنا بنشوفها دلوقتي. يمكن سيمبا اعتقد ان هو يمكن الحصان الاسود في دور صحيح. المجموعات على المستوى اللعب، على المستوى الفني، مفاجأة. على كمان المستوى الاقتصادي اعتقد كمان هم ماشيين بشكل اكتر من رائع. عايز بس كنت بفكر الناس ان هم جم للنادي الاهلي من 7 شهور وحاولوا ان شاء الله وبيحاولوا يمشوا في نفس طريق النادي الاهلي.